فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا فاتتني صلاة الجماعة هل أصلي في البيت أم أذهب إلى المسجد وأبحث عن جماعة لأصلي معهم؟ هذا أفضل أنك تذهب إلى المسجد، لأنك ربما تجد جماعة فاتتهم الصلاة، أو واحد يتبرع من المصلين يصلي معك. ذهابك إلى المسجد لا شك أنه أفضل وأحوط. نعم.